مرحبا. طرابلس هي ثاني أكبر مدينة بلبنان، هي أول مدينة من حيث عدد المعالم الأثرية والتراثية على شرق المتوسط، 160 معلم، وهي طبعا قلب انتفاضة 17 تشرين. هيدي المدينة لنفهم أصل تسميتها بدنا نلحق تطورها التاريخي. بتبلش قصتها بال700 قبل الميلاد، وقتها ثلاث مدن دويلات فينيقية هن صور، صيدا وأرواد، بقرروا يأسسوا مطرح ما فيها هلا المينا، مدينة من ثلاث أحياء، كل مدينة إلى حي، لتكون مساحة مشتركة للتداول بمصالحهم وللتداول بشؤونهم. هالأحياء بنعرف أسمائهم من المصادر التاريخية: ميسا، كايسا، ومحلاتا، والمدينة سموها أو أثر أو أتري، وكانت هي المركز لنوع من الاتحاد الوحيد اللي عرفته المدن الدويلات الفينيقية بالقرن الرابع قبل الميلاد. بالفترة الهيلينستية، أي من بعد ما صار في التوسع للإسكندر المقدوني وجنرالاته حكموا من بعده، المدينة غيرت اسمها، اعتمدت باليوناني اسم بيعكس تركيبتها من ثلاث أحياء لثلاث مدن، مثل ما بنشوف بالعملات النقود من وقتها، صار اسمها تريبوليس، تري ثلاثة، بوليس مدن. واستمرت هذه التسمية بالفترة الرومانية، كمان بنعرف من وراء النقود، بس صار في عندها لقب كتير حلو، صار اسمها تريبوليتون تيس إيراس كي أفتونومو، يعني طرابلس المقدسة، كانت مركز عبادة آلهة كتير مهمة، وكانت كمان أفتونومو يعني تتمتع بحكم ذاتي. وبقيت التسمية بالفترة البيزنطية. الفترة الأموية التسمية بقيت اليونانية بس بصيغة عربية، وزيدوا للألف بالأول طرابلس للتمييز عن طرابلس الغرب، وبلشوا يطلقوا عليها لقب الفيحاء الصغرى، لأنه كانوا بيشبهوها للفيحاء الكبرى اللي هي دمشق، لأنه حواليها في مساحات خضراء والمدينة واسعة. بالفترة العباسية كمان اسمها طرابلس. بالفترة الفاطمية تحكمها سلالة محلية من قضاة محليين اسمهم بنو عمار، بيجعلوا منها مركز علم كتير مهم، بيأسسوا مكتبة اسمها دار العلم، رح يصير لقب المدينة اسم المكتبة دار العلم، نظرا لأهمية طرابلس بالعلم بهيدي الفترة. بالفترة الإفرنجية أو الصليبية، المدينة بالفرنساوي القديم اللي كان معتمد اسمها مثل ما منشوف نقش تلاقى فيها اسمها تريب، بالفترة المملوكية نقلت المدينة من مطرح ما كانت بالمينا لداخل الأرض حوالي نهر أبو علي والقلعة، وهيدي المدينة صار اسمها طرابلس الشام، وبقيت التسمية بالفترة المملوكية، وصارت من أهم المدن المملوكية والتاني مدينة بالمعاني المملوكية من بعد القاهرة. بالفترة العثمانية مثل ما منشوف بالخرائط اللي رسمه البيري ريس اسمها شهير طرابلس الشام، بعد التسمية طرابلس الشام. وفي شغلة صار في عندها ليمان طرابلس الشام، ليمان هي كلمة أصلا يوناني يعني المرفأ، ومن هون من كلمة ليمان عنا كلمة المينا مينا، والتسمية بقيت طرابلس الشام لحديت بداية القرن العشرين بالمصادر الغربية تريبولي، وسنة 1900 وبالفترة العثمانية كمان عفوا رجع لقب الفيحاء، ولكن هالمرة لأن كان حواليها بستين الحمضيات اللي بتزهر وبتعطي ريحة كتير حلوة بالربيع. هيدي تحية صغيرة لطرابلس، أنا اسمي شارل حايك، تابعوني على هيريتج أند روتس.